يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل في قوله سبحانه وتعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون دليل على جواز أن أقابل من تنقصني بأن أتنقصه في الدنيا لأنه جاز في الجنة ذلك على سبيل المقابلة؟ إذا تنقصته في الدنيا أخذت حقك منه، إذا صبرت عليه فإن الله يجازيك يوم القيامة. نعم.